حينما ترى امرأة تعجبك، سواء كان هذا الموضوع في الحقيقة أو في العالم الرقمي، يعني يكون مثلا هذا بيكسل أو أرقام يعني تراءت لك على أنها ما حقيقية، لا هذا ما يحدث للإنترنت عموما، يعني أوكي لكلنا ندري أن احنا نخدع بهذه الألوان وإعادة ترتيب الأرقام بطريقة معينة. المهم حينما ترى ما تعجبك بشدة، أو لنكن صريحين حينما تشتهي أو تستثار، فما العمل وقتها؟ هل الحل هو أنك أنت تهرع إلى العادة السرية؟ هل تهرع إلى الزنا؟ هل تقوم ب يعني نعم هل عندما ترى ما تشتهي، هل تهرع إلى الزنا؟ هل تركض إليه بعد أو تقوم بتعزية نفسك بالعادة السرية؟ هاي لا يا أخي، أنت أبعدت النجعة. هل تقوم بالتحسر وعض الأنامل على الندم وتشعر بأن فاتك الكثير؟ أخبرني ما هو الفعل الصائب في هذه الحالة. هل تقول أن الحياة هكذا ليست عادلة، يجب أن أتجرع مرارة الفوات وأنا محروم وأنا ما إلى ذلك؟ هل هذا هو الحل؟ أم الحل أنك أنت يعني هل الحل أنك أنت تتألم، أو الحل أنك أنت مثلا تزني فتتندم، أو الحل أنك أنت تهرع العادة السرية فتقع في نتائج ردية وحياة كلها سلبية، أم ماذا؟ في الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاك الحل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند صحيح ابن حبان ومثل رواية أخرى عند صحيح مسلم، إن رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي أهله، فإن معها مثل الذي معه. نعم، وهذا مجرب عند المتزوجين مجرب وثابت. فطيب انت تقول انا الحين مو متزوج، انا متزوج كان تصيفيني، صفك علي، انا فاهم وعارف انك انت مو متزوج، لكن انت الحين خذ التحليل. المقصد من الشهوة وتحركها عندك يا أخي الكريم هو أن تأتي أهلك. إن لم تأتي أهلك فالمقصد هو أن تسعى بأن يكون عندك أهل فتأتيهم، تكون عندك زوجة فتأتيها. فإن لم يكن عندك زوجة فالمقصد أن يدفعك ذلك أن أنت تؤسس حياتك، تغض بصرك وتحفظ قلبك وتجمع أمرك وتتزوج يا أخي. هذا هو المقصد من كل شهوة ويعني حركة نفس في الحياة، أنت تجوع لكي يدفعك ذلك، أنت تحصى الطعام. بعضهم قلت أنا ليس لدي طعام، اسعى للحصول على طعام، اعمل نل مالا ثم
احصل على طعام. المقصد من انك انت تشعر بألم وعدم راحة حينما تكون محصورا وتريد ان تقضي حاجتك. المقصد من هذا الشعور الغير مريح هو ان تقضي حاجتك. المقصد في النحاس حينما لا تكون عندك طاقة للحركة وتشعر بالنعاس، تشعر بالتعب، المقصد منه انك انت تذهب فتنام. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى ما وضع فيك اي حركة نفسية وميل وشهوة الا لكي تقدم على امر ما. انا في السوق ولا كان صرخت. اسمعني يا اخي، افهم علي يا اخي، هذا كلام لي ولك وتذكير. حينما ترى امرأة في التلفاز، في النت، في الخارج وتعجبك، اذن هل تهرع الى الزنا؟ هل تهرع الى العادة السرية؟ هل تهرع الى انك انت تعض على اصابعك وتتحسر وتندم؟ ام انك انت تستغل هذه الطاقة الموجودة فيك، اقصد طاقة الرغبة وطاقة الشهوة، انك تقول الان بما اني انا اشتهيت فانا ساستخدم هذه الطاقة. امر ما هو سهل، انا ادري، اعلم ان الامر ليس سهلا، اعلم ان الامر صعب، لكن هذا كله بسبب البرمجة المجتمعية التي جعلتنا نركز على الإباحيات والماديات وما إلى ذلك. لكن من وفق الله يستطيع أن يزيل هذه البرمجة ويضع تركيزه وذهنه وطاقته بأنه يترك العادة السرية ويبني حياة رضية ويتزوج زوجة مناسبة تجعل حياته صحية إيمانية رضية ما إلى ذلك. فإذن الجواب أنك أنت إن رأيت، إن استثرت، إن رأيت ما في الخارج، إن فهذا منا معنى. أولا هنا ينطبق عليك، ينطبق عليك قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، في وقتها تطيب عقلك في وقتها بالنظرة، لكن إن أنت غضيت البصر ووضعت الشحت بتفكيرك، عزلت تفكيرك عن الموضوع وفكرت في أمر آخر، انتهى الموضوع. هذه تستطيع أن تجربها بأي وقت. إن عزلت تفكيرك عن التفكير فيها فسينتهي الموضوع. لذلك الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى لقلبك، أطهر لقلبك. المهم أن الله أعطاك الأداة بأنك أنت إن قضيت البصر ما راح تتأوه، ما راح تتألم، ما راح تتعذب، ما راح تتكس. إن قضيت البصر فالوعد الإلهي أنه يطهر قلبك، يطيب خاطرك، صدقني. مجرد شفت هذه الشهقة هذه اللي تأخذها لما تشوف بنت فارهة الجمال وانت تكون ليس لديك اي زوجة مثلا، فتزول بمجرد ما انك انت تشيح بنظرك وتشيح بذهنك. هذه النقطة الثانية مهمة، تشيح ايضا بذهنك، تزول. هذا امر. الامر الاخر انك انت تضع تركيزك وتعزم على انك انت تستغل طاقتك لانك انت تسعى الى الزواج، كما انك عندما تجوع تسعى الى تسعى الى العمل من اجل تحصل الطعام، فهذا نفس الشيء. المقصد منك ان انت تسعى للزواج. نعم نعم، احنا قلنا في السابق ان ان المدمن على العاده السريه لا ينبغي عليه ان يتزوج من اجل ان يتخلص منها، لان هي تقعرت وتعمقت في عقلك وفي اعصابك وفي نفسيتك، فاصبح الان الدماغ يربط الجنس بالعاده السريه ولا يربطه في في المرأة الحقيقية الواقعية. فهذه مشكلة. فينبغي أن في البداية قبل أن يتزوج أن يترك العادة السرية، يترك العادة السرية ويبني حياة رضية، ثم ذلك يتزوج زوجة إيجابية ويعيش حياة إيمانية رضية وما إلى ذلك. نحن نتفلسف مرة أخرى، مرة أخرى.
هل الزواج ليس حلا للعادة السرية؟ لأن الآن عقلك تبرمج، وهناك الكثيرون ممن تزوجوا من باب التخلص منها، ومع ذلك لم يتخلصوا، لأن هذا الأمر ليس كافيا. أولا قبل أن تتزوج تخلص منها، تعمل على التخلص منها، وإحنا ذكرنا في فيديوهات وبالواتساب بالتويتر وكثير وكتب ألفت ومع ذلك في طريقة التخلص منها. أولا تتخلص منها على الأقل عدة أشهر، على الأقل هنا أنت ارتاح أنك تتخلصت منها، ثم بعد ذلك تقوم ببناء نفسك، بناء حياتك، حتى لو الموضوع أخذ منك زيادة عدة أشهر، يعني مثلا 6 أشهر ترك و6 أشهر بناء للصحة، وبناء مثلا للمال، بناء مثلا للعلاقات الاجتماعية. يعني هذا ليس كثيرا في مقياس الحياة، سنة ليست كثيرة، 6 أشهر ترك، 6 أشهر بناء، والأفضل أن يكون أكثر من ذلك. المهم لو قلنا هذا على الأقل تقدير، على الأقل تقدير، فالحل قلنا أن أنت تترك أولا، ثم بعد ذلك تبني ثانيا، ثم تتزوج ثالثا. يعني أنا لا أقول لك أنك أنت لا، يعني أن هناك توجد هناك علاقة بين ترك العادة السرية وبين الزواج. نعم هناك الزواج هدف بالنسبة حق تارك العادة السرية، لكن ينبغي أول شيء أن يترك أولا، يبني حياته ثانيا. ولا يسمعنا هذا أنه يتم سنوات وسنوات، ويتزوج ثالثا. بدأ هنا جاوبنا على أمرين: أولا ماذا يفعل الإنسان حينما يرى ما يثيره؟ ليس هو الزنا، ليس هو ترك العادة السرية، يعني ليس هو أقصد مقاربة العادة السرية، ليس هو التأوه، لأنه يعني قال أزكى، يعني يتغضيت أزكى. لكن الحل هو أنه كما قلنا أن أتى بالحديث أن يأتي أهله. إذا ما كان عنده أهل يسعى إلى أن يترك العادة السرية من أجل أن يبني حياته، من أجل أن يكون عنده أهل فيأتيه. أتمنى أن هذا التسجيل مفيد لكم، وفي أمان الله.